مشكلة الاتحاد زي ما قال أبو تركي هي مشكلة إدارية، واضح يعني الاختيارات الأجانب والطريقة اللي راحوا فيها، أعتقد أنه قلة الخبرة الإدارية الموجودة عند أستاذ المار الحايلي، قلة خبرة الفريق العمل الموجودين مع الاتحاد، بالتأكيد يعني ما حد يرضي لا عشاقه ولا يرضي الجميع، يعني كيان كبير جدا، كيان مهم جدا، أنه يكون أحد الأضلاع المهمة في الكرة السعودية، تاريخ كبير جدا ووجوده في المنافسة مهم جدا، لكن أنا أعتقد أنه يعني واضح الخلل الإداري، يعني حتى الآن اللعب على الوتر أني أنا حغير في الفترة الشتوية، أنت نفس المشكلة، طيب لازم تحل مشاكلك الإدارية، لازم أستفيد من العناصر المميزة جدا اللي ليهم الخبرة الإدارية السابقة، يعني عندي يعني لؤي ناظر، عندي حاتم باعشن، أسماء كبيرة جدا، يعني حتى أنت الآن حتعمل جمعية عمومية غير عادية يوم 2 يناير، طيب إيش الفائدة منها؟ إذا ما جمعت كبار الاتحاديين والناس اللي عندهم أصحاب الخبرة يعني مثل منصور البلوي، الأسماء الكبيرة جدا اللي لها التاريخ، على الأقل يعني إذا ما في دعم مادي يقدموا لك الدعم الإداري المميز جدا، الدعم اللي كيف أنا أستقطب اللاعبين بشكل جيد، كيف أني ما يتسرب اللاعب عندي بهذه الطريقة اللي حصلت يعني الفترة الأخيرة، بأمانة يعني شيء غير لائق بنادي الاتحاد وتاريخه، يعني الاتحاد عنده لعيبة محليين، البعض يهاجم اللعيبة المحليين، في لعيبة الآن موجودين في نادي التعاون، موجودين في نادي الهلال، وموجودين يعني حتى البهبري، أسماء كثيرة جدا، أحمد أسيري، يعني طلال عبسي، أسماء كثيرة جدا يعني خرجت وقدمت نفسها، سلطان مندش، يعني أسماء ما أقدر يعني أعدها، يعني لكن أنت تحتاج أني أنا كيف أبلور اللاعبين. اليوم أنا أعتقد المكسب في الاتحاد هو عودة مهاجم مميز جدا مثل عبد الرحمن الغامدي، يعني غاب الفترة هذه كلها ومع ذلك نجح من فرصة بسيطة وقدم نفسه. ايضا لابد ان نتكلم على نادي الفتح، يعني المدرب فيريرا يعني بامانه قدم يعني عمل جيد، يعني بظل الامكانيات القليله، يمكن اليوم حتى غاب عنهم المهاجم فريدي يعني الهولندي الهداف الفريق، لكن الفريق كان جيد، لكن عندهم لاعب ما شاء الله تبارك الله مكسب كبير هو علي لجامي، يعني صحيح. مدافع مميز جدا، وانا اعتقد انه عيون الانديه حتطالب باسرع وقت ممكن، ما حيطول كثير في نادي الفتح، يعني قدم نفسه بشكل ايجابي، لكن وضع الفتح اكيد وضع صعب جدا، الاتحاد لا تلعب على المسكنات، انت امامك مباراه جايه امام النصر وامام دخول الفتره الشتويه، لابد انك تقدم نفسك بشكل جيد وتجيب لعيبه محل اجانب يصنع الفارق، مثل اختيارات نادي النصر، مثل اختيارات نادي الهلال، مثل اختيارات نادي الاهلي، مثل اختيارات نادي ابها، يعني مثل التعاون، الانديه اللي تعرف تختار بشكل ايجابي بدون المبالغ الماليه الارقام الفلكيه، باقل الامكانيات تقدر تقدم نفسك بشكل جيد، ابعد عن الناس اللي تضرك وخلي الناس قرب الناس اللي عندهم الخبرة الإدارية هي اللي ممكن تصنع الفارق في نادي الاتحاد. مكملين في كورة بعد هذا الفاصل القصير.